بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. اليوم راح نكمل دروسنا حول mRNA والRNA والDNA. في الدرس السابق تكلمنا عن الجيناتيك كود وشون يتم اختيار الكود. في هذا الدرس راح نتكلم عن عملية اللي هي transcription اللي هي عملية النسخ. وإحنا قلنا في بداية الدروس حول mRNA والDNA والنيوكليك أسيد قلنا أن عملية صناعة البروتين تم عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى هي الترانسكريبشن، وبعد ذلك مرحلة الترانسليشن. في هذا الدرس إن شاء الله راح نشرح مرحلة الترانسكريبشن وشون يتم عملها. في البداية لازم نعرف بأن في الدي إن إيه اللي موجود داخل النواة الخلية أكو كود جيني، جين يسمى بالجين. الحين إحنا عندنا الدي إن إيه شكلها مثل ما قلنا دبل هيلكس مثل ما نشوفه هني بالشكل. في قطعة من هذا الدبل هيلكس قطعة تسمى بالجين. هذا الجين هو اللي فيه المعلومات اللي من خلال هذه المعلومات نقدر نصنع بروتين. وتحديدا في هذه الدروس احنا راح نتكلم عن شلون صناعة البروتين. ففي بداية الدرس لازم نعرف ان مصطلح ترانسكريبشن هي is copying a gene in DNA to make RNA. فإذا عملية الترانسكريبشن هو عبارة عن نسخ الجين اللي موجود في DNA على mRNA أو الRNA. والجين شنو عبارة؟ عبارة عن a section of DNA that provide the information to synthesize a single polypeptide or functional unit of RNA. فاحنا لما ناخذ المعلومات من الدي ان اي وننقلها للامارني شنو نستفيد من هذا الموضوع؟ نستفيد من ذلك عن طريق في نقطتين اساسيتين، نصنع شيئين اساسيين. الشيء الاول ان احنا نقدر نصنع سنجل بوليبيبتايد بروتين، سنجل بوليبيبتايد مثل هرمون الانسولين. نقدر نصنع الهرمون الانسولين. خلايا البيتا سيلز في البنكرياس فيها جين، هذا الجين يقدر من خلال البنكرياس ان يصنع الانسولين بوليبيبتايد. او احيانا ممكن من خلال هذا الجين نصنع شيء اخر غير البوليبيبتايد، وهو شنو؟ فانكشنال يونت اوف ار ان اي. ممكن نصنع لنا شيء وظيفي، شيء نستفيد منه من الار ان اي. على سبيل المثال شغله نسميها التي ار ان اي والار ار ان اي، هذا راح نشرحه ان شاء الله في الدروس القادمه. النقطة التالية اللي راح نشرحها في هذا الدرس هو عملية المراحل الترانسكريبشن. المراحل الترانسكريبشن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أول شيء الانيشيشن، والمرحلة الثانية الإلونجيشن، والمرحلة الثالثة الترمينيشن. من اسمها انيشيشن يعني البداية التهيئة. فإذا أول مرحلة عندنا في الترانسكريبشن عبارة عن الانيشيشن. الانيشيشن هو عبارة عن صناع وجود إنزيم يسمى RNA polymerase 2. وكذلك عندنا أمور ثانية، شيء آخر يتصل مع RNA polymerase يسمى بالgeneral transcription factors. وهذا الموضوع جدا مهم لأنه هو اللي يحدد لنا شنو نوعية البوليبيبتايد اللي يتم صناعته. هل نبي نصنع بروتين، نبي نصنع هرمون، نبي نصنع لنا انزيم، ولا اي شيء ثاني. هل العوامل الخارجيه التغذيه والرياضه واخذ الهرمونات والاستيرويدات البنائه، كل هذه لها تاثير على الجنرال ترانسكريبشن فاكتورز. هذه العوامل، هذه الفاكتورز اللي اذا احنا دخلناها في جسمنا نخلي تغيير في عملية بناء البروتينات، نغير من عملية، نحفز من عملية صناعة البروتينات عن طريق عملية الترانسكريبشن. فإذا أول مرحلة هي الانيشيشن begins when general transcription factors and RNA polymerase. خلينا نروح الجهة هذه عشان نشوف الرسم هذا. هذه الثلاث مراحل، مرحلة الانيشيشن ومرحلة الالونجيشن ومرحلة الترمينيشن. هذا عندنا اللي هو الجنرال ترانسكريبشن فاكتورز، وهذا عندنا الانزيم العود اللي يسمى بالار ان اي بوليميريز 2. متى تتم عمليه الانيشيشن؟ تتم عمليه الانيشيشن مجرد ما يصل الار ان اي بوليميريز
والجينرال ترانسكريبشن فاكتور الى منطقه في الدي ان اي تسمى البروموتر. هذا البروموتر تعتبر هي بدايه الجين. فاذا احنا قلنا على سبيل هذا الدي ان اي احنا عندنا هنا منطقه هذا بدايه الجين وهذه نهايه الجين. طبعا الدي ان اي مستمر طويل احنا قلنا يوصل ل 2 متر طوله. فاذا هذا ولكن بما ان الدي ان اي طويل ولكن في اقسام من الدي ان اي فيها معلومات. هذه المعلومات هذه الاقسام تسمى بالجين. فاذا احنا عندنا هذه لو فرضنا قطعه من الجين 1 جين. لما يوصل ار ان اي بوليميريز والجي تي اف جينال ترانسكريبشن فاكتور الى منطقه بدايه منطقه الجين هذه البدايه تسمى بالبروموتر. يعني لو فرضنا ان هذه المنطقه هذه تسمى البروموتر. مجرد ما يوصل الـ RNA polymerase والجنرال ترانسكريبشن فاكتور الى هذه المنطقه تتم عمليه الترانسكريبشن. فاذا begins when general transcription factors and RNA polymerase bind to the DNA promoter. Okay. Forming a pre-initiation complex. Complex يسمى بالpre-initiation. هذا الcomplex اللي صار الحين في الـ DNA. هذا الcomplex يسمى pre-initiation complex. The DNA at the start site is unwound. 14 nucleotides. بعد ذلك راح يصير في عملية unwind. فيصير فتح للـ DNA مثل هذا. راح تنفتح الـ DNA مجرد ما يوصل الـ RNA polymerase. طبعا شكذا راح يكمل فتح؟ يتم الفتح في 14 nucleotides. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الى 14 نيوكليوتايد. وبعد ذلك عقب ما تتم فتح هذا ويصير عمليه ديسوسيشن للار ان اي. شلون ديسوسيشن من وين؟ يصير انسلاخ انفساخ الار ان اي عن البروموتر والجنرال ترانسكريبشن فاكتور. فاذا the first nucleotide triphosphate binds to the complementary based on nucleotide 1. شنو يعني؟ مجرد ما يوصل الار ان اي في للبروموتر ويسوي عمليه unwinding للدي ان اي طبعا الار ان اي بوليميريز راح يكون داخل راح يصير داخل. وفي عندنا شغله اسمها النيوكليوتايد ترايفوسفيت. النيوكليوتايد ترايفوسفيت هذه موجوده داخل الدي ان اي عباره عن اجزاء. واحنا شرحنا شنو يعني النيوكليوتايدز في الدروس الاولى من الدي ان اي والار ان اي. وقلنا ان النيوكليوتايد يتكون من البيسس والبنتوزس والفوسفيت جروب. فهو هذا عباره عن عندنا كثير من النيوكليوتايدز. مجرد ما الار ان اي بوليميريز يكون داخل ويصير عملية re-initiation حق الـ DNA ويسوي dissociation from the promoter راح تي الـ nucleotides. وين تروح؟ راح تروح إلى أول nucleotide موجود في الـ DNA فراح يتحد معه والثاني راح يتحد معه والثالث راح يتحد معه وهكذا الى ان يسوي لنا خط طولي من الام ار ان اي. طبعا شلون هذا النيوكليوتايد يروح لتحديدا هذا النيوكليوتايد الموجود في الدي ان اي على حسب ما شرحناه ان كل بيس له مقابله بيس معين. احنا قلنا ان الاي تي مثلا الاي دائما يرتبط مع التي وقلنا ان السي السيتوسين يرتبط مع الجي. فاذا كان عندنا اول نيوكليوتايد بالدي ان اي ادينين فاذا راح يكون الثايمين هو اللي راح يجي او عفوا اليوراسيل هو اللي راح يجي. نعم اليوراسيل
هو اللي راح يجي. نعم. وهكذا اذا كان عندنا الدي ان اي الاخر النيوكليوتايد الاخر جي فراح يلنا السي سايتوسين نيوكليوتايد ترايفوسفيت ويرتبط مع ذلك. احنا عندنا في باك بون، في باك بون قلنا ان الباك بون بين النيوكليوتايدز عباره عن البنتوزس والفوسفيت جروبس، وهذيلا النيوكليوتايد ترايفوسفيت عباره عن النيوكليوتايد مع 3 فوسفيت جروبس. لما يصير في اتحاد ارتباط مع النيوكليوتايدز راح يصير في عمليه ترابط بوند يسمونه داي فوسفو داي ايستر بوند، شرحناه في الدروس السابقه فوسفو داي ايستر بوند. هذه العمليه ينتج عنها طبعا باي برودكتس 2 فوسفيت جروب او شغله يسمونها البيروفوسفيت ان اورجانيك بيروفوسفيت. وهكذا يتم ماشي بهذا الاتجاه الدي ان اي ويتم فتح الى ان يصل الار ان اي بوليميريز الى منطقه في الجين تقع في نهايه الجين. هذه المنطقه تسمى بالترمينيتور، هذه المنطقه تسمى بالترمينيتور. مجرد ما الار ان اي بوليميريز يوصل الى الترمينيتور تيل المعلومات بأن خلاص وقف عملية صناعة الـ RNA فيصير ديسوسيشن بالـ RNA بوليميريز والجين اللي أو عفواً الـ RNA اللي صنعناه ينفصل ويطلع برا نواة الخلية. بعد نواة بعد لما يطلع برا نواة الخلية طبعاً راح يتم عملية الترانزليشن اللي راح نشرحها في الدرس القادم. تعالوا نشوف ونلخص العمليات هذا ونشوف شنو مكتوب هنا. فإذن the first nucleotide triphosphate اللي قلناه مالي binds to the complementary base on nucleotide. The complementary يعني اللي يتحد وياه ال A مع ال T ال U مع ال G وهكذا. بعد ذلك a phosphoester bond is formed. راح يصير the phosphoester bonds. احنا قلنا مثلا عندنا هذا النيوكليوتايد وهذا النيوكليوتايد وهذا الباك بون وهذا الباك بون. فاحنا عندنا هنا 3 5 و 3 5. فاذا الباك بون الاتحاد الفورم البوند راح يصير عند 3 4 5 من الفوس من الكربون نمبر 3 مع الكربون نمبر 5. And a pyrophosphate inorganic pyrophosphate is released لان هنا عندنا 3 فوسفيت والاتحاد راح يكون بس مع واحد فوسفيت، فاثنين اثنين فوسفيت راح يتم استخراجه من هذه العملية. أما بالنسبة لعملية الأولينجيشن اللي هي هني متى تبدأ؟ begins when the RNA polymerase 2 dissociates from the promoter. مجرد ما ال RNA polymerase ينفصل عن البروموتر and general transcription factors ومن general transcription factors لأن الجنرال ترانسكريبشن فاكتورز هي اللي حددت وقالت حق الار ان اي بوليميريز تعالي الى هذا الجين وتنفذي هذه المعلومات. مجرد ما يعطيها الامر يعطي الامر لهذا الانزيم خلاص بعد تنتهي وظيفته. شنو الجنرال ترانسكريبشن فاكتور؟ قلنا مثلا عندنا هرمون واحد اخذ هرمون التستوستيرون مثلا، فاذا يعطي اوامر للار ان اي بوليميريز لصناعه بروتين عالي فالجسم يبني عضلات. And general transcription and move along the template ويمشي مع التمبلت. هذا التمبلت بالوردي هو التمبلت. Strand of DNA making a complementary RNA strand. فإذا هذا هو ال RNA strand. RNA strand. طيب متى التم شلون تتم عملية التيرمينيشن؟ التيرمينيشن ثالث مرحلة begins when RNA polymerase وين يوصل strand polymerase 2 moved along the template strand of DNA and reaches a sequence of bases indicating that the gene message is terminated. راح يمشي ال mRNA ال RNA polymerase على طول الستراند هذا إلى أن يصل إلى منطقة تسمى بالترمينيتر
وبعد ذلك تنتهي عملية الترانسكريبشن ويطلع برا الـ RNA بوليميريز، والـ RNA سران راح يطلع خارج الخلية. هذا الجزء راح يطلع خارج نواة الخلية النيوكليوس، وبعد ذلك تتم عملية الترانسليشن. أتمنى استفدتوا من هذا الدرس، وإن شاء الله الدرس الجاي راح نتكلم عن الترانسكريبشن. وبعد الترانسكريبشن إذا تخلصنا من هذه الأمور راح نتكلم عن الجنرال ترانسكريبشن فاكتور، عفواً الدرس الجاي راح نتكلم عن الترانسليشن، وبعد الترانسليشن راح نتكلم عن الجنرال ترانسكريبشن فاكتور وشنو هذه الفاكتور اللي تأثر على بناء البروتينات والبوليبيبتايدز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.